على الصعيد السياسي بتابع اللي هو كتيب 101، وهو يناقش القضايا المصرية وكيف دور المؤسسة الأمنية والجيش المصري اللي هو بحارب من أجل استقرار الأوضاع وتنمية البلد، وهذا إشي كتير محفز وإشي جميل. زي مسلسل العمدة، وفي حضرة العمدة لروبي، وفي مسلسل رسالة الإمام لخالد نبوي، بطولة شخصيات أخرى اللي بتحدث عن سيرة محمد الشافع في القرن 12 وبداية القرن 13. بتابع يعني في عدة مسلسلات بتابعها في رمضان، منها الكتيبة 101، الكبير قوي تبع أحمد مكي. أحمد مكي يعني هو فنان مختلف عن جميع الفنانين أو عن الفنانين المصريين، مضحك دمه خفيف، فكتير الواحد بيحب بيستنى رمضان عشان يشوف شو في عنده مسلسلات جديدة يحضر له إياها.